اهلا بكم من تاني مشاهدينا الكرام. خلينا نجدد الترحيب مع الدكتور عمر الشاهر اختصاصي الامراض الداخليه. دكتور اهلا بك. اهلا وسهلا، مساء الخير. مساء الخير، اهلا بك. ما هي القرحه المعديه يا دكتور؟ بالنسبه للقرحه المعديه هي عباره كما ذكرت حضرتك، هي عباره عن تسحج في جدار المعده. عادة المعدة تفرز مفرزات شديدة الحموضة، وبطانة المعدة تؤمن حماية طبيعية ضد هذه المفرزات. فوجود التسحجات يعني أن الجدار المناعي قد انكسر هنا، جدار الحماية الذي يؤمن لنا الوقاية من الحموض قد انكسر فتظهر الأعراض. يعني أفهم دكتور أن المعدة أصبح فيها ثقب، أصبحت مفتوحة؟ هذا الثقب يعني انثقاب القرحة، هذا في مرحلة متقدمة. أما القرحة هي عبارة عن تسحج في البطانة. طب من أين تأتي هذه القرحة دكتور؟ بالنسبة للقرحة هناك أسباب كثيرة. هي قرحة ولا قرحة؟ يعني أنا بنطق صح ولا غلط برضه؟ معلش. نعم؟ أنا بقول لحضرتك قرحة وبتقول لي قرحة، يعني هي ولا ده اختلاف لهجات؟ بالإنجليزي الألصر، يعني اللفظ قد يكون يختلف بين بلد وآخر ولكن المعنى واحد. نعم. طيب أسبابها دكتور تفضل. أسباب القرحة، هناك أسباب كثيرة للقرحة المعدية. فالسبب الأول هو الجراثيم المعدية الـ H. pylori. هذه الجراثيم موجودة عادة بشكل طبيعي في المعدة، يتعايش معها الجهاز المناعي، ولكن في حالات تتكاثر هذه الجراثيم بصورة غير طبيعية، فتكاثرها يؤدي إلى إتلاف بطانة المعدة. الـ H. pylori أو جرثومة المعدة مسؤولة تقريبا عن 60% من القرحات التي تصيب الجزء الأول من الأمعاء أو الاثني عشري الديودينوم أو العفج. وهي مسؤولة عن إصابة الإصابات القرحية في 40% من حالات القرحة المعدية. هناك أسباب أخرى مثل تناول المسكنات الإنسيدز، مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، نستخدمها كثيرا في كل يوم، مثل الأسبرين، مثل النابوسين، مثل البروفين. هذه الأدوية أيضا لها تأثيرات ضارة على جدار بطانة المعدة. طيب دكتور، يعني تحدثت في قسمين مختلفين بالنسبه للاسباب حتى الان، ممكن حضرتك تتفضل بذكر اكثر، لكن بالنسبه لجرثومه المعده، هذه موجوده في المعده طبيعيه؟ موجوده في المعده؟ موجوده عند معظم الناس، ولكن يعني خلق بها. نعم، متعايشه مع جسم الانسان، لا تسبب امراض، لكنها في جزء من الحالات ممكن ان تتكاثر بصوره غير طبيعيه وتاكل البطانه المعديه. اقصد يا دكتور يعني الناس تولد بهذه الجرثومه؟ نعم، موجوده بشكل طبيعي في المعده. طيب واحيانا تتكاثر؟ عندما تتكاثر بشكل مرضي، تتكاثر بشكل غير طبيعي، هنا الجهاز المناعي يتصدى لها، فيتصدى لها من خلال إنتاج أضداد اتجاه هذه الجرثومة، ولكن هذه الجراثيم لها القدرة على إحداث حالات التهابية، لها القدرة على تخريب البطانة المعدة. يمكن القضاء على هذه الجرثومة باستخدام بعض الأدوية أو بعض العادات المعينة؟ بالتأكيد، هذه الجرثومة عندما يتم التشخيص، عندما نضع التشخيص يتم التشخيص يؤكد بفحوص مخبرية، عندها نتناول العلاج. العلاج هو عبارة عن مضادات التهاب مع مضادات حموضة مع بعض لفترة تتراوح من 7 إلى 14 يوم، إلى من أسبوع إلى أسبوعين. في معظم الحالات يتم الشفاء من الجرثومة. طيب هل يمكن أن تعود مرة أخرى؟
ممكن احيانا قد تعود مره اخرى، ممكن. طيب بالنسبه للاسباب الاخرى، تحدثت عن بعض الاسباب المتعلقه بالمسكنات، يعني ماذا يفعل الناس؟ يعني الناس، يعني الناس يستخدمون تقريبا بشراهه المسكنات بانواعها وباشكالها المختلفه، ماذا يفعل الانسان الذي يريد ان يسكن الم، وخصوصا ان الطبيب هو الذي يعني يكتب هذا المسكن في حالات كثيره ايضا. صحيح، هناك استخدام واسع للمسكنات مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل البروفين. معظم الناس يعني يمكنهم الاستخدام، لكن الاستخدام العشوائي، الاستخدام غير المنضبط، ممكن أن يؤدي إلى مشاكل ومضاعفات. إذا كان لديك مثلا أنت لا تستطيع تحمل هذه الأدوية، ممكن التحول إلى أدوية أخرى مسكنة وليس لها تأثير ضار على المعدة، مثل السيتامول. اللي هو الباراسيتامول؟ ولا الباراسيتامول. طيب لكن يا دكتور، لكن يعني أنت تحدثت عن مسكن بروفين، بروفين ده يعني منتشر بتركيزاته المختلفة وموجود صحيح، والبارول أيضا يعني منتشر، يعني هل يذهب أي إنسان يريد أن يسكن بعض ألامه يذهب للطبيب لكي يكتب له المسكن المناسب؟ لأن يعني في الحقيقة في واقعنا لا نقوم بهذا الأمر، نذهب إلى الصيدلية ونقوم بإخبار الصيدلي ويعطينا مسكن أيا كان نوعه. هذا صحيح، وبالحقيقة فإن المسكنات غير الستيرويدية لا تحتاج وصفة، يمكنك أخذها، ولكن في حالات عندما يتم تحدث هناك مشاكل عند الأشخاص الذين لديهم أعراض قرحية، في هذه الحالة ممكن مراجعة الطبيب. طيب كيف يكتشف الإنسان أن عنده قرحة معدية وبالتالي يذهب إلى المختص؟ القرحة المعدية، القرحة الهضمية بشكل عام شائعة، يقال أن 10% من الناس لديهم قرحات، وفي بعض الأحيان لا يشعرون بذلك. أعراض القرحة تتراوح ما بين الألم، ألم البطن، الألم في منطقة الشرسوف الممتدة بين أسفل العظم القص والسرة. هذا الألم يزداد بالجوع، يزداد بتناول المواد الحامضية مثل الليمون، ويخف بتناول الطعام، يخف بتناول مضادات الحموضة. هناك أعراض أخرى مثل الحرقان، الحس بالحرقة، هذه الحرقة انتشارها قد يكون في البطن وتمتد أيضا إلى باتجاه الصدر نحو الأعلى. هناك أعراض أخرى مثل الغثيان، أحيانا هناك نفخة، أعراض كثيرة. طيب دكتور، إلى أي مدى يمكن أن تتطور قرحة المعدة أو القناة الهضمية؟ قرحة المعدة إذا لم يتم علاجها، إذا استمرت، إذا تفاقمت، هناك اختلاطات للقرحة المعدية. من هذه الاختلاطات القرحة قد تنزف، تؤدي إلى نزف. هذا النزف ممكن أن يكون يسبب زوف دم خفي مع البراز، أحيانا إقياء دموي إذا كان النزف شديد. هذا النزف قد يؤدي إلى فقر دم والأعراض التي تأتي معه. ممكن أن تنثقب القرحة وتؤدي إلى انثقاب، والانثقاب هو حالة إسعافية عادة، لأنه يترافق مع إنتان داخل البطن، داخل جوف البرسوان. القرحة الهضمية ممكن أن تسبب انسدادات في الأمعاء، وأخيرا هناك خطر التسرطن، التحول إلى سرطانة معدة، غاستريك كانسر لا قدر الله، انحط القرحات. نعم. طيب دكتور، يعني في هذه الحالات التي تتحدث عنها يكون تدخل جراحيا أم يكفيه مثلا المنظار أو ما شابه؟ بالبداية لابد من التشخيص، وتشخيص القرحة يتم عن طريق الاندوسكوبي، المنظار. المنظار هو عبارة عن أنبوب يتم إدخاله عن طريق الفم وباتجاه المري، المعدة والاثني عشري. هذا الأنبوب مزود بكاميرا يسمح لنا رؤية التجويف الهضمي، ورؤية وجود القرحات، مدى انتشارها، ويسمح أيضا بأخذ خزعة لتحليل
النسج بالباثولوجي لكشف اي تغيرات مرضيه بالنسيج المعدي. ممكن ايضا استخدام التصوير الضليل لتشخيص القرحه. ممكن اذا شككنا بوجود جرثومه المعده الاتش بايلوري نعمد الى اختبارات مخبريه مثل التحليل، تحليل الدم احيانا، تحليل البراز، اختبار النفس لتاكيد التشخيص بالاصابه بجرثومه المعده. دكتور، مع المراحل المتقدمه لهذا الالتهاب او هذا المرض، هل يمكن ان يؤثر ذلك او يضعف الجهاز المناعي او يؤثر على بعض الاجهزه الحيويه الاخرى في الجسم؟ نعم نعم بالتاكيد. القرحه عندما تنزف تؤدي الى فقدان دم، تؤدي الى فقر دم، تؤدي الى تعب، الى شحوب، الى تسرع في القلب. القرحه عندما تنثقب تؤدي الى التهابات، تؤدي الى كما قلت تؤدي الى حاله حرجه احيانا. التشخيص الباكر والمعالجه هي الاساس في تدبير القرحات المعديه والهضميه. طيب، هل هناك مراحل عمريه سن معين معرض للاصابه بالقرحه اكثر من غيره؟ القرحة شائعة الآن. لماذا؟ بسبب نمط الحياة، تغير نمط الحياة. الآن الناس تأكل كثير من الطعام الجاهز الموجود فيه البهارات، التوابل، تشرب الكثير من القهوة، تدخن. نمط الحياة الآن تستخدم المسكنات بكثرة، البروفينات. فنمط الحياة الآن يساعد على انتشار هذه الأمراض أو انتشار القرحة، كثرة وجود القرحة بشكل عام. يعني يمكن أن يكون هناك أطفال مصابون بالقرحة، قرحة المعدة مثلا؟ قد تصيب مختلف الأعمار، ممكن إصابة مختلف الأعمار. طيب دكتور، ما هي الإرشادات التي يمكن أن تعطيها لأي إنسان مصاب بالقرحة أو حتى يعني معافى غير مصاب بالقرحة، مجموعة من الإرشادات قد تجنبه أو تؤخر موضوع هذه القرحة التي قد يصاب بها في المستقبل؟ بشكل عام إذا في أعراض قرحية مثل الألم، مثل الحرقان، حرقان المري، مثل مشاكل هضمية بشكل عام، عليه مراجعة الطبيب لتأكيد التشخيص. إذا لم توجد هذه الأعراض القرحية ممكن اتخاذ تدابير وقائية. التدابير الوقائية يعني الشخص ما عنده المرض ولكن يحمي نفسه من المرض مستقبلا باتخاذ تدابير وقائية، مثل عدم الإكثار من تناول المسكنات وتناولها بشكل محدود وعند الضرورة فقط، الابتعاد عن التدخين مثلا، التدخين، الكحول، هذه كلها عوامل تساعد على تطور القرحة. ممكن انه تغيير النمط الغذائي ايضا، الطعام الحاد، الكثير الليمون الذي فيه كثير من البهارات، التوابل، هذا يثير الاعراض القرحيه وهو عباره عن عوامل خطر لتطور القرح. ممكن ان الطعام الكثير الالياف مثل الجزر، البروكلي، هذه الأغذية كلها يقال أن الخضار الجذرية مثل الجزر، مثل البطاطا، هذه الأغذية تؤمن حماية للمعدة بشكل طبيعي. فتغيير النمط الغذائي بشكل عام مهم. هناك أيضا هناك يوجد جراثيم أيضا يقال لها البروبيوتيك، وتم تحضير مشتقات دوائية من البروبيوتيك. هذه جراثيم مفيدة يأخذها الشخص لتعديل تأثير الجراثيم المرضية مثل الإتش بايلوري. هناك تدابير وقائيه كثيره يمكن الشخص اتباعها. طيب بالنسبه للاطعمه يا دكتور، يعني الاطعمه والخضروات والفواكه، كما تعلم بالذات الخضروات والفواكه
في زماننا هذا تتعرض للمبيدات الحشرية، للسموم. يعني أحد الأطباء ذكر لي سابقا أنه لابد أن نهتم بغسيل هذه الأشياء وهذه الخضروات والفواكه بطريقة معينة. هل هناك طريقة معينة؟ يعني لما نحضر خس مثلا، نحضر طماطم أو نحضر خيار، هل هناك طريقة معينة لغسل هذه الأشياء كي نقي نفسنا قدر الإمكان من أن تنزل معدتنا وبالتالي نصاب بهذه المضاعفات؟ نعم، الغسيل الجيد فقط بالماء خصوصي عندما نتحدث عن الخضروات، الأشياء التي تنمو في التربة تحتاج إلى غسيل، تحتاج إلى مراقبة. أحيانا هذه الخضروات تكون على تماس مع الحيوانات أيضا، فنحن بعرضة للإصابة بنوع آخر من المشاكل. طيب، نشكرك شكرا جزيلا دكتور عمر الشاهر، اختصاصي الأمراض الداخلية، كنت معنا معلقا على موضوع القرحة المعدية. نشكرك شكرا جزيلا. طبعا موضوع القرحة يا جماعة موضوع مهم، دكتور أشار أن 10% من الناس في العالم مصابة بموضوع القرحة بدرجاتها المختلفة، وأشار لمجموعة من النصائح يمكن من ضمنها موضوع الأكل، أن إحنا عاداتنا الغذائية لابد أن نقوم بتغييرها حتى لا نصاب بهذه القرحة في المستقبل. وأشار كمان لموضوع الأطعمة، انتقاء الأطعمة وغسلها بشكل معين حتى لا نصاب بالقرحة. وأشار كمان لموضوع المسكنات، موضوع المسكنات ده موضوع مهم جدا، ويمكن إحنا كلنا بنستهلك، يعني فيش بيت النهاردة موجود ما فيهوش مسكنات، موجودة بقى في الثلاجة، موجودة في الدرج، منسية اكسبايرد بقى منتهية صلاحيتها أو غيره، يقول لك أنا أروح آخد واحدة بروفين، أنا أروح آخد واحدة بارول، ده بشكل طبيعي أول ما تصدع أو غيره تاخد لك واحدة اتنين. فالدكتور أشار إن استخدام هذه الأنواع من المسكنات، الأنواع بالذات اللي اتكلمنا عنها البروفين بشراهة غلط. يعني لابد إن يكون محسوب، وبالذات لو أنت بتتعرض للأشياء اللي قالها من أعراض قرحة المعدة. فبالتالي استخدام هذه الاشياء كده فرط يعني وانت بتستخدم خلاص غلط، لان احنا بنتكلم على جسمنا او على معدتنا. اشار الدكتور كمان ان يعني استخدام هذه العادات او هذه المسكنات بشكل مستمر على مدى طويل قد يؤثر على صحتك. ممكن في البدايه انت تستخدم هذه الاشياء وتحس ان الموضوع عادي، لكن مع تقدم العمر ومع انك انت بتستخدمها بشراهه الموضوع ممكن يؤدي الى مضاعفات بعد ذلك. عموما كل ما الانسان بيكبر في السن كل ما يهن عظمه زي ما قيل في القرآن الكريم، كل ما الإنسان يضعف جسمه، فلابد أن يعني يهتم بجسمه. يعني لازم كلنا نهتم بأجسامنا ونهتم بعاداتنا الغذائية. عشان نهتم بأجسامنا محتاجين نهتم بعاداتنا الغذائية، والفاست فود اللي اتكلم عليها الدكتور إن هي منتشرة، وبناكل أطعمة طبعا ما شاء الله، وبناكل الحاجات اللي فيها ألياف، وبناكل مش يعني كل الحاجات دي بتأثر فيما بعد على المعدة بتاعتنا. ربنا يعافيكم في الجميع، وما يكونش حد عنده لا قرحة معدة ولا غير قرحة معدة، ولا يضطر ان هو يستخدم المنظار ده مؤلم، ولا يضطر ان هو يستخدم المنظار، ولا حتى يذهب لطبيب في يوم من الأيام.